السؤال اللي احنا عايزين نوصل اجابته في اخر المحاضره هو اصلا سيرفي فاتيكيشن ده اللي احنا بنحاول نوصله في المحاضره بتاعتنا. اول حاجه نبدا بالديفينيشن اوف شوك. ايه هي الشوك؟ هي ستيت اوف تيشو هاي بيرفيوجن دي تو ان ادريك الاكسجين ايزر ديليفري كونسامشن اور يوتيلايزيشن. كارديوجينيك شوك هي اكيوت ستيت اوف سيركيلاتري فيليير نتيجه الامبيرمنت اوف مايوكارديال كونتراكتيليتي. حوالي من 3-13% من العيانين بنشوفهم في الاي او بيكونوا بريزنتد بكارديوجينيك شوك و ريسبونسبل فور 5-10% من المورتاليتي في الهوسبيتالايزد. الايتيولوجي اوف كارديوجينيك شوك ايزر انها تكون نتيجه بامب فيليير زي المايوكارديتس الكارديومايوباسي او الاريزميا او انها تكون ستراكشرال ديفورميشن زي الكونجنتال هارت ديزيز والكارديك سيرجري. البوزيتيف ايتيولوجي اوف كارديوجينيك شوك احنا عندنا حصل كاردياك انسل حصل دي ريسبونسبل نيورو هرمونال تشينجز زي انسل مثلا اوفر ستيميوليشن ابليشن مبانا انجيوتنسن اندوستيريوم سيستم. بنحاول ان احنا نعمل كومبنسيشن للكارديك انسل اللي حصل ده. وانس حصل فيلير اوف ادابتيشن او الكومبنساتوري ميكانيزم دي فيل هنبدا نظهر في كارديوجينيك شوك هندخل في كارديوجينيك شوك او ستيت اوف دي كومبنسيشن اللي هي هتبقى مانيفستد بديكريز ذا كونتراكتيليتي انكريز ذا بلاي لود ديكريز افتر لود وان ابنورمال ريزيستنت هارت فيلير. الستيجز اوف شوك احنا عندنا 3 ستيجز بينهم ريليشن بين الكارديك اوت بوت والبلد بريشر. الستيج نمبر ايه اللي هي العيان كومبنسيتد فيها او النورمال اللي هو نورمال هاي كارديك اوت بوت وهاي بلد بريشر. بعد كده لو العيان بقى في زون نمبر بي اللي هو بدا يبقى عنده لو كارديك اوت بوت بس ستيل لسه مينتيننج بلد بريشر يبقى دي ستيج اوف كومبنسيتد شوك. بعد كده لو وصلنا لزون نمبر سي اللي هي بقى فيها لو كارديك اوت بوت لو بلد بريشر يبقى احنا كده في ان كومبنسيتد شوك. هيحصل ايه لما العيان يبقى عنده معلش اللي فاتت ديت بس عشان نوضحها ان انا عندي لازم الحق الشوك في مرحله تاكي كارديا او سايد بروبوشن اوف فيفر يعني اي تاكي كارديا انا اكسبلين تاكي كارديا ما عنديش جريد من الانيميا ولا جريد من الفيفر تفسر التاكي كارديا ديت انا لازم القطه في المرحله دي معلش رجعي اللي فاتت دي اخر مرحلتين اللي هي بيبدا اللو بلاد بريشر ده فيري ليت ده فيري ليت ولما بتقيس بالايكون انت بتكتشف حاجات ان يعني قصه الفازو كونستريكشن اللي بيحاول يبقى كومبنساتوري وكده السيستم الفاسكولار ريزيستنت اندكس والحاجات دي بيبقى الميجرمنت مهم جدا عشان افرق بين نوعين شوك الورم شوك والكولد شوك لان ده هيفرق معايا في نوع الايميتروب المستقبل لكن في كل الاحوال الايرلي ديتكشن يعني انا دلوقتي لو عندي عيان مثلا خارج من اوضه العمليات يعني هنجيب الكارديوجينيك شوك على جنب ونحط حتى في قصه الايه الهيموراجيك او الهايبوفوليميك شوك فاللي خارج من اوضه العمليات ده مش ان انا قيس له البلاد بريشر كل شويه لا ده انا قيس له الاول الايه البالس بالس از فيري اسينشال عشان هو اصلا البلاد بريشر مش هيوطى غير فيري ليت والجدول ده بيوضح الايه القصه اتفضل ايه طيب وانس بقى عيان دخل في مرحله الهايبوتنشن واللو كارديك اوت هو كده بيسجل الستايلز والكلام مش كده لكن مش الاشخاص لا الجزئيه دي يعني الاشخاص بيسجلهم برضه طب هو نقدر نفوكس على ده ولا ما عندناش الاثنين عشان السلايدز بس هيبدا البيشن يدخل في تيشو هايبر بيرفيوجن ونبدا في مرحله symptoms any signs of decompensated heart failure or cardiogenic shock بيكون فيها impaired conscious level arterial hypotension respiratory distress ومعها فقد الاكسجين saturation. طيب المانجمنت اهم حاجه هي الايرلي ريكوجنيشن ان انا اشخص الكارديوجينيك شوك والمونيتورنج وستابيلايز الفاسكولار اكسس ونسحب البيزك ورك اب للعيان. البيزك ورك اب اللي احنا محتاجين نسحبه هو الاي بي جي arterial blood gases ومعاها لاكتيت احنا هنتكلم عليهم في الديتيل
ليفرو كيدني فانكشن عشان اساس الاند اورجان برفيوجن، اي الكترولايت ديستربنس هيحتاج يتصلح، وسي بي سي وسي ار بي عشان اساس في انيميا او احنا في سيبتك شوك، بلس اور ماينس كارتيك انزيمز لو احنا سسبكت ان احنا يكون عندنا مايوكاردايتس. امجين محتاجه بيزك امجين زي الاي سي جي عشان اشخص بيه الاريثميا، اكس راي هتوريني في كارديوميجالي، في بالمونري ايديما، في بريكارديال افيوجن، والايكو اللي هي اساس الكارديال فانكشن والستراكشر ابنورماليتي والبريكارديال افيوجن. الام هو في تريتمنت اوف كارديوجينيك شوك اني ازود الاكسجين ليفل للتيشو عن طريق ان ازود المايوكارديال بيرفورمانس بادجستمنت للبري لود والافتر لود والمايوكارديال كونتراكتيليتي، وانكريز الارتيريال اكسجين كونتنت عن طريق الباتش ار بي سي ترانسفيوجن والميكانيكال فنتيليشن. اوبتمايزيشن للفنتيليشن والجاز اكسشينج عن طريق الاكسجين ثيرابي بلس او ماينس انكريز او نون انكريز الفنتيليشن. تارجت اكسجين ساتوريشن ابوف 95% اكسبت السينوتيك بيشنت. AV ventilation associated with good outcome وإني أحسن البين والأنزايتي والفيفر والميكانيكال ventilation هيساعد إن إحنا نقلل الأفترلود ونحسن نقلل الميكارديال أكسجين دي مات. طيب الفلويد ثيرابي أو البليلود أدجستمنت، الجنرال رولز للفلويد ثيرابي إن إحنا يفضل إن إحنا نستعمل كريستالويد أكتر من الكولويد، نستعمل البالانس الفلويد أكتر من النورمال ساين، مع النورمال ساين هو المور أنفيلبل ومش هيدورنا بس يكون اسوشيتد مع هايبركولينيميك اسيدوزيس و اي كي اي مورتاليتي. الريستريكتيف فلويد ابروتش زي الاجريسيف فلويد ريسوسيشن. طيب احنا هنتكلم دلوقتي عن قارن الفلويد ثيرابي في السبتك شوك والكارديوجينيك شوك اللي هم بيكونوا اوفرلاب جدا معانا في الباور. اول حاجه الفلويد بوليسز في السبتك شوك، لو العين عنده هايبوتنشن فانا ساعتها هبروسيد ان ادي فلويد بوليسز. معلش برضه هو في نيلسون الاخير مش كاتب 40، يعني هو بادي من 60 ملليلتر بير كي جي، فحته ان انا ادي 20 واستنى واعيد ثلاث مرات لا، ولا حتى ال 40، هو بادي من 60 وبعدين بيقول وتزود بعد ال 60 لغايه لما تسمع ريلز او هيباتوميجالي او يكون الموست امبورتنت اللي متقال عليه المحاضره دي كلها اللي هي الاي في سي ديستنسبيلتي اكتر من 18%. يعني ايه المحاضره دي اساسا عشان القصه دي لابد يكون في بري لود محترم. البري لود المحترم هو اللي بيخلي في كونتراكشن من الرايت فنتريكل فيزق بعد كده. في حالات معينه لو انا يعني اعرف، لان انا عندي سيبتك تحديدا في عندي فلويد ليك، الفلويد ليك اللي هو بيسكيب من السبيسز، فبالتالي انا ممكن بدي فلويد وهيهرب عشان كده ابتدوا بال 60 على طول، يعني حتى ال 40 انا ما اعرفش دي سنه كام، بس اللي موجود في نيلسون في اخر اديشن هي 60 ملليلتر بير كي جي. ونكمل يعني حتى لو انا ما وصلتش لسه الاي في سي سنسبيلتي 18 افضل اكمل ومعايا ثلاثه بارامتر بستخدمهم، بحط سماعه اشوف لو في فاين جريبس بايلاترال وبيزل قبل ما اوصل للبالمونري ايديما اللي هو خلاص الليفت فنتريكل كده بيفيل، او ان يكون عندي هيباتوميجالي حسيت هيباتوميجالي، او الاي في سي ديستنسبيلتي 18%. من ده الموست امبورتنت في اي شوك في الدنيا، ادي فلويد صح عشان الفنتريكل يكونتراكت اجينست بري لود صح. لو اصلا البري لود اقل من الحد الادنى كل اللي جاي بعد كده زي اللي الايميتروب زي قلته كل حاجه زي قلته. انا عندي مصيبتين، المصيبه الاولانيه السبتك ان فيها اسكيب من الفلويد، فلازم الماكسيمم فلويد حتى مش متحدد برقم واقف عنده، ده انا بكمل لغايه لما الاقي الاي في سي ديستنسبيلتي 18%. تمام؟ يعني ابدا ب 60 واكمل لغايه لما اسمع ريلز سمعت كريبيتيشن او هيباتوميجالي او اي في سي ديستنسبيلتي اكتر من 18%. وهنشوف الكارديوجينيك شوك اهميه القصه دي فيها ايه بعد كده لما تيجي الكارديوجينيك، بس دلوقتي عرفنا ان حتى لما يجي سؤال بيجي دايما كتير في الدكتوراه اللي هم ريفراكتوري فلويد ريفراكتوري شوك، المقصود بفلويد ريفراكتوري شوك ان انا بدي وزي ما اكون ما اديتش، اللي هو ايه الحاله اللي بيحصل فيها الاسكيب بالفلويد نتيجه لانكريز بيرميابيلتي في الكابيلري. واضحه الجزئيه دي؟ اتفضل. كمان هما بيريكومند ان احنا لو ما فيش هاي بوتنشال فبلاش ندي الفلويد بوليس. طيب شخص ريدي في كارديوجينيك شوك، هو ده السؤال، ادي فلويد ولا ادي دايوريتكس؟
fluid bolus في الكارديوجينيك شوك هو الرول دايما ان احنا بنعمل اوبتمايزيشن للبيلود يوزنج دايوريتكس وفلويد ريستريكشن. معلش برضه لو سمحتي الجاي اللي هي الجزئيه بتاع احنا قلنا ان التاكي كارديا بتبدا من بدري، فانا على الاقل لازم اكون عارف قصه الاي بي سي ديسبنسبيلتي بتاعتي دي اقل من 18 ولا فوق ال 18. حته ان مفيش هاي بوتنشال نو فلويد بولرز دي اللي مكتوبه بان كابتن، لا دي في موديفيكيشن فيها اللي احنا بنقولها دلوقتي. انا طلبت لا عشان على فكره نراجع عشان الجديد والقديم والكلام ده، بس يعني هو ده اللي المفروض ان هو يتعمل دلوقتي. انا بخاف من اثنين نوع من الشوك، نوع في فلويد اسكيب اللي هو الريفراكتري شوك تمام، وده بافضل ادي فيه زي ما قلنا اللي مكتوب في نازل اخر اديشن اللي هو 2023 اللي احنا فيها تمام، ومش كاتبينه بس من 2023 يعني هو مكتوب على فكره من قبل كده، يعني الاديشن 20 والاديشن 21 اديشن 20 و21 فهتلاقوا فيه موجود الكلام. فنخلي بالنا ان الفلويدز ماست بي في الفلويد ريفراكتور اللي احنا بنتكلم عليها الشوك مش قصه نو هاي بوتنشال، الشوك بتبدا من الاوت اوف بروبورشن. فبالتالي قصه ان انا الاوت اوف بروبورشن ان انا امونيتور على طول الاي بي سي ديستنسبيلتي في بريلود كافي ولا ما فيش؟ اتفضلي حضرتك. احنا قلنا most cases بتريكوير diuretics و fluid restriction و fluid bolus لازم افويد في عينين الكارديوجينيك شوك لو انا عندي سايت. بقى بحال فات حضرتك الدايوريتك و fluid restriction دي في الكارديوجينيك احنا ما اعرفش، يمكن لازم تجيبي لي المحاضره. احنا محاضرتنا النهارده للتحذير من السياسه دي اللي هي التعطيش. لسه ما خليني بس هقول لحضرتك، ما احنا لما بنبتديها بالطريقه دي لازم نوضح هم كانوا يعني احنا الحاله، يعني احنا ليه بنركز على الحته دي؟ لان الكونسبت العام كان ماشي في اتجاه ان تعطيش المريض اكتر من الحد اللازم خطر. فاحنا بنقول لهم ان موضوع الفلويد ريستريكشن والدايوريتكس ده لا، ده في حدود معينه لازم اقف عندها اور ايلس. وده ما جاش على فكره، احنا شفنا حالات مورتاليتي بالطريقه دي، في سيفرال مورتاليتي حصلت بالطريقه دي. فاحنا واجبنا ان لما تحصل مورتاليتي يعني بالطريقه، لو انا اطلقتهم كده في حدود معينه، بالذات لما بلاقي ابتداء من اللي هي تاكيكارديا اوت اوف بروبوشن ابدا على طول اشوف الكابيلر سيركيليشن في العيان ده على طول، لان ده عايز اطمن اشوف هل دي قصه هايبر بيرفيوجن وبدا يعني وصلني فعلا لمرحله الشوك ولا لسه ما وصلتش لمرحله الشوك تمام. اول ما هلاقي نفسي وصلت والبري لود بيقل عن الاي بي سي ديستنسبيلتي بتقل عن 18% وكده، لا خلاص الكلام ده ما ده انا لازم اتس تايم فور بولس دلوقتي. اتفضلي. طيب لو انا بفكر ادي فلويد بولس في عيان كارديوجينيك شوك، يفضل ان انا ابدا بفوليوم اقل من 5 to 10 ml per kg over 20 to 30 minutes على وقت اطول علشان افويد الكردن على البادي فيلينج كارد، ويفضل الام يوز وقت اطول. دي محافظين عليه يعني هم يعني وقت اطول يس اكسبتد وكل حاجه، واحنا في الاخر بنقيس اي بي سي ديستنسبيلتي بتقول لي الدنيا. اتفضل. احنا ليه نبقى قلقانين قوي من الفلويد ثيرابي او فيري كوشس فيه؟ اول حاجه لان الرابد بولس فوليوم هتزود الاوفر لود وماي بي اسوشيتد بس هاي نيد اوف انتجريشن ميكانيكال فنتيليشن وهيباتوريك. ان ليه يونت كوميونيت الفلويد بالانس مور ذان 10% اسوشيتد بس انكريز. طيب يبقى ايه ممكن افويد ده ازاي؟ ان بعد ما اعمل استابيلايزيشن ريسوسيتيشن للعيان ومينتين هيمو داينامكس ابدا اسحب الفلويدز دي جرادولي، حاجه اسمها دي ريسوسيتيشن استراتيجيز، بان احنا نادجست الفلويدز ممكن نحتاج دايريتكس او ايفن رينا ريبليسمنت سيرفي. كمان قالوا ان ممكن الفوليوم اوفرلود يخلي عيان يدخل في امبير تيشو بيرفيوجن لانه هيزود الايديما والكابيلاري نتيجه انكريز ذا كارديك فيلنج بريشر، بيزود الريليز من الناتيوريتك بالتايد، بيحصل انجري للاندوثيليال مايكوكانكس ويزود الاندوثيليال. في ستادي كده اتعملت اسمها فيست ستادي او فلويد اكسبانشن اند سبورتيف ثيرابي، هم كانوا شايفين ان احنا الفينس سيستم في ريزيرف فوليوم يقدر يزود بيه الفينس ريتيرن في وقت الهايبوفوليوم ميديتد بالسمباثيتك ستيمولايشن.
ففي الاستادي دي هم خدوا عيانين بالامبيرد بالفيوجن ما كانوش لسه في مرحله الديكومبنسيتد شوك، يعني عندهم الماكسيمم الكومبنساتوري ميكانيزم. هم لقوا ان هم لما ادوا الفلويد بوليسز حصل امبروفمنت للهيمودينامكس والبلد بريشر مع البوليسز، بس ليتر اون بدا يحصل ريدكشن في السيمباثيك ستيميليشن اللي كانت موجوده وحصل بعد كده كارديان ديسفانكشن. طيب نعمل ايه بقى في المعضله دي؟ حاجه اسمها الفلويد ريسبونسيفنس، يعني اساس العيان ده هيستفيد من الفلويدز ولا لا. ايه هو الفلويد ريسبونسيف؟ هو رايز في الكارديك اوتبوت والستروك فوليوم از ريزلت اوف فوليوم ديسوسيشن. عندنا تولز نأسس بيها، عندنا الارتيريال بلد بريشر، سنترال فينوس بريشر، السنترال فينوس اوكسجين ساتوريشن، واللاكتيت والفانكشنال ريت. دول احنا هنتكلم عليهم دلوقتي. الارتيريال بلد بريشر هو يفضل ان احنا يكون عندنا انفيزيف بلد بريشر مونيتورنج للارتيريال كانيولا اف افيلبل. لو مش افيلبل خلاص احنا هنمانج بالنون انفيزيف ارتيريال بلد بريشر. هو ريكومندد ان احنا نركب ارتيريال لاين في الفلويد ريزيستنت شوك. هيقدروا ان انا كونتينوس مونيتورنج للافكت الفلويد ثيرابي والهيموداينامكس لحظه بلحظه الافكت اوف الهيموداينامكس. ولازم برضو اكوردينيت مع اذر فايتلز، يعني مش هستعمل بلد بريشر لوحدي. السي في بي السنترال فينوس لاين هو مطلوب في عيانين الامرجنسي او العيان اللي في سبتك شوك. التارجت سي في بي عندنا يكون من 5 ل 12. طبعا مش هعتمد عليها برضو از سنجل بارامتر، لانها لو العيان عنده ار في بريشر عالي فاوريدي السي في بي بتاع عالي مش هتبقى اكيوريت للاساسنج فلويد. مش هحتاج قرايه سي في بي واحده، بالعكس انا محتاج اشوف ترند السي في بي والتشينج ان ريسبونس للفلويدز والموزو اكتف دراما. وانس ان احنا لقينا صادر او ابربت رايز للسي في بي او الفلويد ادمستريشن لازم افكر ان عندي ار في او كارديو ديسفانكشن. الاس في سي اوكسجين ساتوريشن هو النورمال هو يكون اراوند 70 او 75%. لو سنترال فينوس اوكسجين ساتوريشن بيديكيت ان في ميس ماتش بين الاكسجين سبلاي والكلايزيشن، وبرده ده مش هينفع يوز لوحده از انديكيتور للهايبوفولينيا، لان ممكن السنترال فينوس اوكسجين ساتوريشن يبقى عالي في حالات السبتك شوك لو عندي ميتوكوندريا. يعني ميس ساتوريشن اللي هي 75 ديت دايما بنركز عليها، اشمعنى 75؟ لان لما بيبقى الكيرف ببص على الكيرف بتاع الساتوريشن للاوكسي هيموجلوبين، الرقم 75% ده اللي هو بينهار عنده الاوكسي هيموجلوبين. يعني ممكن ان هو اول النقص الساتوريشن عند 92، بين 92 لغايه 75 بيكون ايه؟ بيكون الديكريز كده السلوب از فيري جرادوال فيري جرادوال. فاكرين السيجمويد بتاع الفسيولوجي ده مهم جدا، وكان مستحسن طبعا تجيب ايه في الحته دي عشان السيجمويد بتاع الفسيولوجي يكون ايه واضح جدا. فرقم 75% ده الحقيقه رقم مقدس، يعني اللي هو بينهار بقى خلاص كده الاوكسي هيموجلوبين اللي عندي لا يكفي خالص ان هو يساتسفاي البودي نيدز. تمام؟ فعندي مرحله بدايه، بس انا طبعا يعني ما ينبغيش ان انا اسيب العيان اللي هو يعني ما بقولش ده دي ساتوريت اقل من 75، انا بدايه الدي ساتوريشن من 92، بس من 92 لغايه 75 بيكون ايه؟ فيري جراديوال ديكريس في الاوكسي هيموجلوبين. الابربت فول بتاع السيجمويد كيرف، عارفين يعني ايه سيجمويد؟ يعني على شكل اس، ها؟ اللي هو كده يعني جراديوال وبعدين ابرت وبعدين يرجع بعد كده جراديوال. فالابرت ده عند 75، اوكي؟ الحاجة التانية السيروم لاكتيت، السيروم لاكتيت لو فوق 3 مللي مول ده بيانديكيت التشو هايبوبرفيوجن. يفضل انها تكون مسحوبة من سنترال لاين او ارتيريال لاين، ونوت يوز ذا الون، لازم اكونجيجيت مع اذر هيموداينامك براكتر. لو لقيت العيان كلينيكالي بيمبروف وستيل انا عندي لسه هاي لاكتيت، ده بيكون نتيجه ان انا ماشي العيان على ادرينالين انفيوجن او عنده هاي اندوجينس ريليز للكاتيكوناميز، يعني مش هقدر اعتمد عليه لوحده از بارامتر اوف هاي انفيوجن. كل الحاجات اللي قبل كده دي حاجات انفيزف مش هقدر مش هتبقى موجوده او افيلبل في الطوارئ، فيها ريسك انجري وانفكشن وليها فاكسز ومش هقدر استعمل واحد منهم لوحده.
فكان لازم احنا ندور على حاجه تكون نون انفيزيف افيلبل ايزي تو يوز عشان اعمل فيها كونتينوس مونيتورنج للهيمودايناميكس. فظهر لنا حاجه اسمها الفانكشنال ايكوكارديو. اي مكان دلوقتي فيه جهاز ايكو موجود في القوارب، موجود في الرعايات، وسهل كلنا ان احنا نتعلمه ونتعلمه. مثلا هو نون انفيزيف، محتاج اعمل بيه سيريال ستادي، ومش هبقى مش هيكالي ريسك ان انا اعيد الاستادي كذا مره عشان اساس الريسبونس للفلويدز والانوتروبس. هاساس بيه الكاردييك فانكشن، الثرمونال بريشر، الاستراكشر، اساس البليرود والفلويد ريسبونسفنس، وممكن احسب بيه كمان الكاردييك او الكاردييك. اول حاجه واسهل حاجه واللي اغلبنا بيعرف يحسبها هي الاسسمنت اوف الاي دي سي. كلنا عارفين شكل بروب الايكو بيكون فيه نوتش او نوب كده موجوده، بنحط البروب في الصاب زي فويل، ويكون النوب ده دايركتد تورد الساعه 12، فهيبان لي شكل الاي في سي في لونجيتيودنال سكشن كده. بنقبلاي عليه حاجه اسمها الموشن مود او الام مود، فيرسم لي حركه الاي في سي والدايمتر بتاعه مع الانسبيريشن والاكسبيريشن. معروف ان احنا في وقت الانسبيريشن بيبقى في نيجاتيف انتراثراسك بريشر، فيحصل كولابس للاي في سي دايمتر. في المعادله اللي تحت دي مهمه جدا، معلش دي برضه بتبقى في بالكم باستمرار، ان دي اي بي سي ماكسيمم ماينس الاي الماكسيمم ده اثناء ما هو بياخد الانسبيريشن، والمينيمم ده لما بيطلع الاكسبيريشن، فبطرحهم من بعض واقسم على الماكسيمم. واضح كده؟ ف دي الكولابسبيلتي يعني. تمام. احنا محتاجين نعرف اكبر دايمتر واصغر دايمتر. طيب في عندنا حاجتين عندنا احنا ممكن نقيس حاجتين، حاجه اسمها الكولابسبيلتي اندكس والديستنسبيلتي اندكس. الكولابسبيلتي اندكس بنفضل ان احنا نستعملها في العين سبونتينيوس فريزنج. بنحسبها ازاي؟ الماكسيمم ناقص الماينس دايمتر على الماكسيمم ونضرب في 100 هيديني برسنتج. لو لقيت البرسنتج هي اباوت 50% فمعناها ده ان الفلويد العيان ده هيكون فلويد ريسبونس. نحفظها ديستنسبيلتي عشان ما ننساهاش الحته دي. كلمه ديستنسبيلتي فيها ان بتتقسم على المينيمم، انما الكولابسبيلتي تتقسم على الماكسيمم، ما فيهاش ان لا في الكولابسبيلتي ولا في الماكسيمم. دي امبورتنت. البسط في الاثنين واحد، ماكسيمم ماينس مينيمم، لكن لما اقسم على المينيمم في الديستنسبيلتي، واقسم على الماكسيمم في الكولابسبيلتي. دي لازم تعدي ال 18%. في حاجات قبل كده بتقول لي انا لازم اقيس الوقت على طول، يعني قبل ما اوصل ان انا عايز اقيس الوقت الرقم المقدس ده، اول ما الاقي اليوريا 60 ما ينفعش عيان اقول له روح البيت. وده اللي خلانا نقول الايه المحاضره دي، يوريا 60 ما ينفعش عيان، ده لازم يقيس في ساعتها، وما ينفعش ساعتها يبقى الديسيجن بتاعي اي دايوريتك ولا ريستريكشن. انسى كلمه ريستريكشن خالص. بعد ال 60 دي بتبقى الخطوه الثانيه فيري اسينشال. الخطوه الثانيه تكون ايه؟ ما انا عايز الجسم واحد، خلي بالنا الجسم واحد. بتوع القلب بيبقوا باصين ان ايه هو البني ادم ما فيهوش غير قلب، وبتوع الكلى بيبقوا البني ادم ما فيهوش غير كلى. لا، في خطوه في الكلى قبل القصه دي، اللي هو اول ما الاقي اليوريا 60. الخطوه دي عباره عن ايه؟ اي ماست ميجر اليورينري صوديوم. لو بقيس من سبوت يورين بشوفه اكتر من 20 مللي ايكويفالنت بير لتر ولا اقل من 20 مللي ايكويفالنت بير لتر. هي دي لازم تتقال قبل المرحله دي بس عشان تبقى فاللي اكتر من 20 معناه الكلى باعت القضيه ومش هتطلع لي فلويد، ده اي تي ام اكيد تبقى نيكروزس. فهنا الفلويد ريستريكشن بتاعي عشان الكدني هي اللي باعت خلاص. انما لو اقل من 20 مللي ايكويفالنت في الليتر يعني الكدني لسه ما باعتش، الكدني بتحاول اقصى طاقه، واي ماست جيف فلويد. فاعمل ده عشان اطمن ان انا لو اقل من 18 ادي فلويد لغايه لما يعلى لي ده فوق ال 18. في العيان الكارديو مستحدين ممكن اتجنب قصه ال 18 دي لو العيان نهارت كويس، لكن لو عيان كارديو مايوباسي اتاكد اقول ده محتاج ولا مش محتاج، لان لو لقيت اليوريا 60 وارد جدا يكون القياس ده ايه ابتدى يقل عن ال 18، فانا محتاج لازم ايه بري لو. فاول حاجه في الكدني هي قياس الاسفاد بتاع اليورينري صوديوم،
او اشوف الفراكشنال صوديوم اكسبريشن اقل من 1% في الفراكشنال صوديوم اكسبريشن معناه ايه؟ ها؟ اقل من 1% بس بيتفيل وكولابس، فهنا الشوت داون حصل خلاص اكيد تيوبولار نيكروز، ده الفراكشنال صوديوم اكسبريشن. يبقى عايزه واحده منهم لازم تكون موجوده في المعمل عندنا ولا نتوقف عن المطالبه بيها، اليورينري صوديوم والفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم. دي عشان كده في اللحظه دي اسينشال ابص عليها على بال ما ابعت اجيب يشوف لي الاي في سي ديستنسبيلتي اللي هي بشوف الماكسيمم ماينس المينيمم على المينيمم. السلايد دي لو مش هتطلع بحاجه غير بدي النهارده يبقى تخليها عندك. المفروض ان ات ماست بي فوق ال 18%. اعطاء الدايوريتك و او ان انا ريستريكت الفلويد في عيان اقل من 18% ايام كيلينج هيم، دي شبه ايه؟ شبه الفراكشن اكسكريشن اللي الكدني كانت بتستغيث وتقول ارجوك اعطيني فلويد. ففي حاجه اسمها الفاين تيوننج للفلويد في الكارديو نيرفس تحديدا اكسس فلويد والكيلد ديفنتلي. عشان كده الجزء الاولاني اللي الدكتوره رنا قالته ان اليوجوال واحنا ماشيين في البراح اللي هو اليوريا لسه بعيد عن ال 60 واقل من 60 بكتير، فاليوجوال فلويد ريستريكشن ودايوريتك. لكن وانس ان اليوريا عدت ال 60 انا سبت البراح ده وبقيت في مرحله الفاين تيونينج. اللي هيبدا ازاي الفاين تيونينج ده؟ العيان فيه كليه لازم اطمن عليها قبل ما ادي بولس عشان ما يكونش الكليه نفسها قفلت. فالكليه نفسها بتقفل عند ايه؟ فراكشن صوديوم اكسكريشن اكتر من 1% او اليورينري صوديوم اكتر من 20 ملي ايكويفالنت بير لتر. يبقى كده دي معناته خلاص ده انا قافل كده الفلويد، مش عشان هيقدر يتبعت فورا للدايلس، ده يتبعت فورا للدايلس. لكن الكدني بتقول لا ده انا لسه معاك بس انت ما تخذلنيش وتسيبني من غير فلويد زي ما بيحصل ساعات في بعض العيانين، والعيان بيضايع على طول تاني يوم اخر. اللي هو اليوريا بتستغيث وتوصل عدد 60، لو لقيتها 75 ما ينفعش اقول للعيان روح. نيفر نيفر. يبقى هو ده الكوز اوف ديث. وما اقولش ساعتها اصل الكارديوميوباثي كانت بتقول لي اخلي الريستريكت فلويد والكلام ده في الارقام اليوريا الاقل من 60. لكن وانس انها عدت 60 لا ده هنا في ريد فلاج اي ماست ري اساس، اتاكد ان الكدني شغاله كويس تمام. والكدني شغاله كويس دي معناها فراكشنال صوديوم اكسكريشن، بكرر تاني الارقام دي لن نتنازل عنها في اي حادثه بعد كده. اللي مش هيقيس الحاجات دي بعد كده والله هيبقى في اكشن نوت اكسبت فراكشن صوديوم. ما يقوليش انا اصل انا شغال قلب مش شغال كده، لا الكلام ده مش صح، ده مليان على بعض. اقل من 1% معناته ان الكيدني بتستغيث. ابعت لي فلويد فراكشن صوديوم او الصوديوم يورينري صوديوم اقل من 20، ده التايم اللي لازم ادي فيه فلويد. كميه الفلويد اللي بديها قد ايه؟ احنا قلنا السبتك بتوصل 60 زي ما قالوا في اخر يعني في اخر طبعتين في نيلسون طبعا ال 20 وال 21 ان بندي فلويد 60 ملي لتر بير كي جي لغايه لما نسمع ريلز او هيباتو ميجالي. وفي نفس الوقت الاي في سي ديستنسبيلتي لازم تعدي 18%. لو اقل من 18% نتيجه للرونج ثينكينج اوف ريستريكشن او رونج ثينكينج اوف دايركتيك ات ذات تايم معناته ان انا ام كيلينج ماي بيشنت، لان مفيش بري لود اصلا الرايت فنتركل يكونتراكت عليه. تمام؟ فدي كلمه الديستنسبيلتي اللي احنا هناكد عليها، كولابسبيلتي هنخليها نحفظها ونعرفها ونفهمها ليها، بس انا مش عايز اوسع عليكم الوقت، فخلينا في كلمه اللي هتسال فيه في الامتحان واللي مطلوب تكتبه في الجزئيه دي. لما تلاقي اليوريا تجاوزت ال 60 على طول نمبر 1 اللي هو ايه؟ يورينري صوديوم وفراكشن صوديوم اكسبريشن. نمبر 2 ايكو تو ميجر اي في سي ديستنسبيلتي احافظ عليها لازم تبقى فوق ال 18. في الكارديوميوباثي ما بسيبهاش مطلقه كده فوق ال 18. في ارقام معينه لازم اوقف الفلويد اول ما الاقيها. يعني لو لقيته ابتدى يزيد فوق ال 22 قصه البكمار دي ما اخاف منها، فمش لازم ارفعه قوي
او يعني الشخص العادي ممكن يصرف نفسه بالكارديا كونتراكتيليتي، لكن اللي عنده كارديو مايوباثي بيبقى رينج نار ورينج بحافظ على الرينج. واضح؟ اتفضل. هل في حاجات ثانيه محتاجين ان اي انتنس بيست او اي نايم في الطوارئ يكون عارفها عشان الحاجات دي هتسعفك في اي عيان كارديوجينيك شوك هتشوفه؟ محتاجين تعرف تو فيوز في الاكوا، فيو اسمه ابيكال فولد تشامبر، بنحط البروب في الميد كلافيكولار لاين والدايركت بروب تورد الساعه 3. لما اعمل كده فانا هشوف الفولد تشامبرز او الاربعه التو فنتريكلز والتو اتريا، هيديني فكره عن الفوليوم لود وهيديني فكره عن الفانكشن بالاي تو. لو لقيت الهارت ديستندد كده فمعناه ان العيان ده لودد او في بول فانكشن. لو كان العيان محتاج فوليوم هنلاقي المايكورديال بيكونتراكت والبوردرز بتقرب من بعضها يعني. تاني حاجه ممكن اشوف من الفيو ده لو في كارديال كامبونيت، لو عندي بالكارديال فيوجن هو سبب الكارديوجينيك شوك هقدر اساس الاقي فلويد موجود حوالين قلب العيان. تاني حاجه في نفس الفيو اللي عندنا في دوت ممكن اساس حاجه اسمها الاورتيك فلو فاريابيليتي او الفي تي اي. نفس وقفه البروب اللي كنا عليها جاست انجيوليشن انتيريور انجيوليشن هيبدا يبني الاورطه. وانس ان انا خدت عليه بولس ويف او دوبلر هلاقي الفلو. لو لقيت الفاريشن في الفلو اكتر من 15% معنى كده ان العيان ده ممكن يريسبوند للفلو بسرعه. طيب ممكن اسس الكارديك اوت بوت من الايكو. دي سهله جدا. نفس الفيو احنا حسبنا الفي تي اي هنا والفيو اللي هو اللونج اكسس اللي احنا بنقيس منه الاف اس واغلبنا بيعرف نعمله. بنقيس حاجه اسمها اللفت فنتركل اوت فلو تراكت دايمتر. هو الفكره ان هو بيعتبر ان اللفت فنتركل اوت فلو ده عباره عن اسطوانه، فانا لو حسبت الفوليوم اللي فيها ده هيديني فكره عن الكارديك اوت. بناخد الدايمتر جوست بنقول اورتيك فالف هنا وندخله في المعادله وليها ابلكيشنز كتيره ونضربها في الفي تي اي اللي احنا حسبناها قبل كده يحسب لي الكارديك اوت اللي هو الطبيعي ان انا الاقيه من 3.5 ل 5 لتر في المينت. كمان اقدر اسس الفانكشن بالاي كولينج. لو انا عملت اي مود على اللفت فنتركل لقيت المنظر ده لقيت القلب. معلش هو تحب تتكلم يا دكتور صح. الكارديال اوت بالنسبه لي ده قصه فلو تمام، وبيخضع دايما الفلو ليه معادله مهمه جدا ان هو بريشر على ريزيستنس، واثناء حساب الريزيستنس برضو بجيب الريزيستنس في ناحيه بتبقى الريزيستنس يساوي بريشر على فلو اللي هو الكارديك اوتبوت. فقصص القياس عندي بتبقى فيري اسينشال وليها ريليشن بالجريد بتاعت الريزيستنس نفسها. يعني انا الموضوع الكاتيكولامين لما تزود لي الريزيستنس جدا يبقى فيها امباكت على الكارديك اوتبوت اللي هو الفلو بتاعي وليها امباكت على ال يعني البريشر والافكت. البريشر على الريزيستنس يبقى فلو ده كارديك اوت بوت، والريزيستنس تساوي بريشر على كارديك اوت بوت تمام. السيستميك فاسكولار ريزيستنس اندكس برضه من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي هتفرق معايا هل انا هدي ايميتروب معايا فازو دايريكتور زي الميجلينوم ولا لا ده قصه دوبامين ودوبيوتين. ففي ارقام كنا رفلي الاول بـ 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 بنستخدمها ان السيستميك فاسكولار ريزيستنس اللي هي بتتحسب زي ما قلنا كده بحساب بريشر على كارديك اوتبوت. في ارقام اول ما بشوف يعني لو قل مثلا على 600 رفلي، بس في جداول وفي جداول كانت الاول حتى الوزن وبعدين بقت الوزن مع السيرفس اريا الاثنين مع بعض. يعني الدقه في تحديد النورمال سيستميك فاسكولار ريزيستنت اندكس اصبحت الايه لها علاقه بالاثنين مع بعض اللي هم الوزن والويت مع بعض. فالجداول دي بس احنا خلينا على الارقام القديمه لان هي اسهل، بس الجداول هي الادق طبعا. اي حاجه اقل من 600 رفلي كده ده لازم حاجه تكون دوبامين دوبيتامين حاجه من اللي بتعمل فازو كونستريكشن مع الانوتروبيس. المينرينوم اي حاجه فوق ال 1600 ده رفلي، بس طبعا احنا لا غنى ان احنا نبص الجدول ونشوف الوزن ونشوف الايه ونشوف ال السيرفس. اتفضل. كمان اغلبنا بيعرف يقيس الاف اس اصلا في الطوارئ وفي العيان. احنا مش مطلوب منكم ان انتوا تقيسوه رفلي، احنا بس محتاجين انت بالاي بولينج. لو انت لقيت المنظر الفيستونز ده معناها ان احنا عندنا جود كارديال كونتراكتيليتي، بس لو لقينا القلب مش في كونتراكت معناها ان احنا كده بور فانكشن.
في حاجة تانية اسمها الـ SBC Flow Assessment، وده بيكون more common في اليونيت، وده بيديني فكرة عن الـ في حاجة تانية في المعاني اللي احنا كنا سحبناها أول ما العيان دخل اللي هي الـ BUN والـ Fraction of Excreted Sodium. لو عندنا Renal Hypoperfusion هيحصل increase the sodium water reabsorption، هيقدر Fraction of Excreted Sodium less than 1%. الصوديوم اقل من 20 ملي. ايوه شايفين اللي هو بقى الجزئيه ديت اللي احنا كنا بنتكلم فيها الرينال سيير مكانها فين؟ دي نمره 2 بعد اليوريا، لان انا اول حاجه يوريا وكرياتينين. اليوريا عدت ال 60 او البن عدت 23، خلي بالنا البن مش النص بالظبط بتاع اليوريا. ليه مش النص بالظبط؟ اليوريا فيها 2 موليكول نيتروجين، كل واحدة الوزن بتاعها 14 في المولكيولار ويت، 14 و14 يبقوا 28، اليوريا على بعضها 60، فهي 28 على 60، فعشان كده الأبر ليميت برضه الرقم اللي أنا بدق عنه البان 23 واليوريا 60، تمام؟ اتفضل. وانتوا جابوا وانتوا ستوب فلويد، ان احنا ندي سمول بولس اوف فلويد اوفر ا شورت بيريد اوف تايم، ونأسس التشينج في الكارديك اوتبوت والبلاد بريشر والسنترال فينس بريشر قبل ما افكر ادي لودنج سيرت. وانتوا ستوب انكريزنج سي في دي، مفيش رايز في البلاد بريشر والكارديك اوتبوت، لوك فور اذر لاينز اوف تريتمنت، وده يبقى عيان فلويد لونج ريسبوندنج. الانتروبيك سبورت اللي احنا بنحب نبدا بيها الدوبيوتام، لو عندي مينتيند بلاد بريشر من الرينوم، لو كان بوست كاردياك سيرجري اندور ذا ار في او بلمونري هايبرتنشن، الليفوسيمينان في ريفراكتوري كيسز، ومن الرينوم الليفوسيمينان ليهم ميزه ان هم هيقللوا الافتر لود. بنافويد اللودنج دوز فيهم لانها هتخلي العيان فاسو بلاجيك ودخله في سيفير هايبوتنشن. لو عيان عنده لو كاردياك اوت بوت وديكريز ذا فاسكولار ريزيستنس، هنبدا بمور ادرينالين، يا ريت فيري لو دوزز، بلاش ال 500 نانو وال 1000 نانو. ولو العيان نون ريسبوندنج للنور ادرينالين، هيبقى كده هو انتروب ريزيستنت شوك ونشفت ليه ادرينالين. طبعا السيستميك باسكولار ريزيست اندكس بيتقاس ويتحدد لي الجرعه، يعني هي بتقول يا ريت بلاش، بس احنا عندنا حاجات اوريدي في الايكون اقدر اقيس بيها السيستميك باسكولار ريزيست اندكس، انا محتاج بازو كونستريكشن في الوقت ده قد ايه بالظبط. لسه لو في تريتبل كوزز نعالجه زي مايكاردايتس اي في اي جي كونجنتال هارت ديزيز سيرجري، ولو العين فيه نون ريسبوندنج عندنا ادفانسد تريتمنت زي الايكمو والفنتريكولار اسيست. في تو اكزامبلز كده هنديهم. لو عيان جالي باي في سي كولابسابيلتي اندكس 55% فراكشن شورت 30% وكارديك اوت بوت 3 لتر، فالعيان ده عنده بوت كونتراكتيت فور نوت نيد فور ان بروسس، عندنا لو كارديك اوت بوت وي بري لود ديفيشن، ساعتها العيان ده ياخد شوك سيرم. طب لو كان عيان بقى كولابسابيلتي اندكس 10% وريجكشن فراكشن او فراكشن شورت 15 ولو كارديك اوت بوت، ساعتها يبقى ده عيان محتاج دايبيتكس ومحتاج. طب السؤال اللي كنا سألناه في أول محاضرة، وان سيرب فيت أول بيشن؟ لا، كل عيان التريتمنت موداليتي شوت بي تيلر تو باسل فيسيولوجي أوف كارديو فاسكولار سيستم. شكرا جزيلا للدكتورة رانا.